أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة كالعادة حصرية وحينية. إذا باش نشوفوا عدة مواضيع في هذا الفيديو، كونوا في المتابعة لأول مرة يشاهد محتوانا، يشترك في القناة ويفعل زر الجرس، والأصدقاء الأوفياء لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو. إذا سبق وقلت في برشا فيديوهات انه المده هذه الكل قاعدين نعملوا في احصاء من سيكون او يدعم الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسيه القادمه. يعمل لايك للفيديو هذا اللي قاعدين تشاهدوا فيه توا، ويكتب في كومنتير شكرا احسنت. باهي، نمروا للاخبار متاعنا اليوم. اذا محاكمه راشد الغنوشي، محكمه الاستئناف تعلن، باش نشوفوا شنو قررت محكمه الاستئناف، وكذلك باش نشوفوا موضوع اخر وهو ليلى عبد اللطيف ماذا قالت عن تونس. شوفوا ليلى عبد اللطيف الفلكيه شنو قالت على تونس، وكذلك خبر اخر وهو إذا ماذا في لقاء رئيس الجمهورية بوزير الخارجية البحريني، أو موضوع آخر وهو خبر آخر بالأسماء، تفاصيل تنشر لأول مرة عن قضية البنك الفرنسي التونسي، وكذلك الموضوع الأخير وهو علاقة منظمة أنا يقظ مع الأمريكان، والخبر الأخير وهو تورط شركة سيكام في شبهات فساد والبياحي فوق القانون. كلنا نعرف أنه انقطعت منتوجات سيكام من الأسواق، وبرشا اتسألت عن هذه الشركة. بيشوفوا المواضيع هذه الكل بأكثر تفاصيل في هذا الفيديو. إذا تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمتعلقة بتمجيد الإرهاب والدعوة إلى الكراهية، وهذا وقد عينت هيئة المحكمة جلسة يوم 27 مايو الجاري للنظر مجددا في ملف القضية، وللتذكير بالأطوار فإنها تتعلق بشكاية رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي، وذلك على خلفية كلمة ألقاها أثناء تأبين أحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي. وأحيل الغنوشي إثرها على أنظار الدائرة الجناحية الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حيث حكم ابتدائيا بعام سجن مع خطية مالية بألف دينار، فاستأنفت النيابة العمومية الحكم المذكور لتقرر محكمة الاستئناف الترفيع في العقاب البدني إلى 15 شهرا مع المراقبة الإدارية مدة 3 أعوام من تاريخ تنفيذ العقوبة السجنية، بالإضافة إلى الخطية المالية. نمر للخبر الموالي. إذا ليلى عبد اللطيف قالت عبر قناتها على اليوتيوب، قالت بخصوص تونس، قالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف: الجمهور التونسي بتوقعات مثيرة فاجأت الجميع، حيث أكدت أن تونس ستصبح الدولة الأغنى عربيا في الفترة القادمة. ليلى عبد اللطيف أكدت أنها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس، بل وتدعمها أكثر من السابق، حيث قالت أنها ستصبح كدبي وستكون تونس دولة ثرية. لم تكتفي ليلى عبد اللطيف بهذا القدر، بل توقعت أكثر من ذلك، حيث قالت أن تونس ستكون أكثر ثراء من دول الخليج، وأن الشعب التونسي يودع الفقر إلى الأبد، وأكدت أن تونس ستشهد ازدهارا كبيرا، النهضة اقتصادية، أبشروا يا أهل تونس الخير قادم. وأشارت إلى أن شخصيات أيديهم نظيفة من مثقفين ودكاترة يمثلون جيلا جديدا سيكونون سببا في تحقيق هذا الازدهار، وتونس ستكون مزدهرة في الأعوام القادمة. إذا ماذا في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الخارجية البحريني؟ استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج السيد عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، وأشاد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء بمثابة روابط الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والبحرين، وأعرب عن حرص بلادنا على مزيد توطيد هذه العلاقة وتنويعها في عدة مجالات، وتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ بعض المشاريع والاستثمارات البحرينية في تونس. وطلع رئيس الدولة على الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة العربية القادمة بالمنامة منوها بالجهود المبذولة حتى تنعقد هذه القمة في أحسن الظروف وتتوج بمخرجات ترتقي إلى تطلعات شعوب المنطقة، مشددا على استعداد تونس لمواصلة المساهمة الفاعلة في تطوير العمل العربي المشترك. نمر للخبر الموالي وهو بالأسماء.
تفاصيل تنشر لأول مرة عن قضية البنك الفرنسي التونسي. إذن تاريخ السرقات في البلاد التونسية، ماذا حصل في قضية البنك الفرنسي التونسي بالأسماء؟ تفاصيل قديمة جديدة تنشر لأول مرة عن قضية البنك الفرنسي التونسي، يكشفها المعز الحاج منصور، هيئة الخبراء لمرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة. وللإشارة، فإن فقد أعلنت في مطلع ديسمبر 2023 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنها تم الحسم في المنازعة التحكيمية لصالح الدولة التونسية، وبمقتضى الحكم القضائي الصادر يوم 22 ديسمبر 2023، فإنه يتعين على الدولة التونسية دفع تعويض قدرها 1,106.573 دينار بعد أن كانت طلبات الخصم تناهز 37 مليار دينار تونسية. يذكر أنه يوم الثلاثاء الفارط أعلنت تونس إفلاس البنك الفرنسي التونسي انطلاقا من مسار تصفيته لدى الملف بالجملة من الإجراءات القانونية والإدارية، وتعود القضية البنك الفرنسي التونسي إلى سنة 1984، حيث بدأت بقدوم رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار عبد المجيد بودن لتونس. إذا نمر للخبر الموالي، علاقة منظمة أنا يقظ مع الأمريكان. إذا أعلنت منظمة أنا يقظ عن مقاطعتها لتمويلات ومشاريع إدارة جو بايدن، وذلك وفقا لما نشرته في بيانها الصادر بتاريخ اليوم. ويأتي قرار منظمة أنا يقظ في خصم اختخاذ جرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني وفشل المجتمع الدولي، وخصوصا خلال اجتماعات مجلس الأمن الدولي في إدانة تواصل هذه الجرائم بسبب تعسف الإدارة الأمريكية في اللجوء إلى حق الفيتو انتصارا للكيان الغاضب وضربا للقانون الدولي الإنساني في ظل استفافها غير المسبوق والفاضح وراء جرائم الكيان يونيا. وكما أعلنت منظمة أنا يقظ عن مقاطعتها لتمويلات والمشاريع والبرامج المتأتية من إدارة جو بايدن المساندة للفصل العنصري والإبادة العراقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتعبر عن رفضها وامتعاضها الشديد من التضارب الصارخ بين القيم والمبادئ التي تدعى الإدارة الأمريكية الدفاع عنها، وبين ما بينته مواقفها من دعم لا مشروط لجرائم الكيان المحتل من إبادة جماعية وتهجير قسري للشعب الفلسطيني. نمر للخبر الموالي، إذا تورط شركة سيكام في شبهات فساد والبيح فوق القانون. إذا كشفت مؤخرا منظمة أنا يقظ عن تحصلها عن وثائق إضافية تبين بالحجة والدليل تورط شركة سيكام في شبهات فساد بيني وإداري، حيث أثبتت تقارير الخبراء من التلوث والإخطار الصناعية والذي عينتهم المحكمة في القضية التي رفعتها المنظمة ضد الشركة الصناعية المصبرات الغذائية بمجاز الباب سيكام التابعة لمجموعة البياحي. وتقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط واللذان تحصلت منظمة أنا يقظ عن نسخة منهما أن شركة سيكام قامت ببناء محطة تنظيف تتكون من 5 وحدات على أرض ذات صبغة سكنية محاذية لعقارات سكنية دون الحصول على رخصة بناء، إلى جانب بناء خندق لتصريف المياه الصناعية عن طريق عام مبرمجة على الطريق العام مبرمجة طبقا لمثال التهيئة العمراني لبلدية مجاز الباب. هذا وبين تقرير الخبراء إقدام الشركة على سكب المياه الصناعية الناجمة عن تحويل الطماطم مباشرة في واد مجردة دون معالجة، وذلك بعد صدور نتائج تحليل عينة من المياه الصناعية والذي أثبتت عدم مطابقة العينة للمواصفات الجاري بها العمل. هذا بالإضافة إلى عدم حصول شركة سيكام على التراخيص اللازمة لسكب مياهها الصناعية بوادي مجردة. كما أثبت التقرير أن نتائج تحليل النفايات والسوائل الملوثة الصادرة عن مصنع سيكام التي قام بها الخبراء لدى مراكز تونس الدولي للتكنولوجيا والبيئة التابعة لوزارة البيئة، أن نتائج التلوث
الصناعية التي تسكبها الشركة في واد مجردة تفوق الحدود القصوى المسموح بها، وحيث أن هذه الانتهاكات التي تقوم بها شركة سيكام في ظل الشح المائي الذي تعيش البلاد يعد اعتداء ممنهج لحق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتهديدا لأمنهم المائي. إذن هكذا نصل لأصدقائي لختمة لقائنا لليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات على الشاشة. إلى اللقاء في أخبار أخرى، إلى اللقاء.